من ديما كنقولوها، الكره عندنا في الدم، من بكري لقينا راسنا تابعينها. كاين فينا اللي بغاها بلا ما يقيسها، وكاينين اللي شداتهم حتى كبروا معاها، ولكن شي حاجه بقات ناقصه الكويريه ديالنا، التربيه ديال الكره اللي كتصنع محترفين ديال بصح. إلا كنتو كتعيشوا عشوائيين غتدربوا عشوائيين وغتلعبوا عشوائيين في التيران. كنخافوا نكونوا امبيسيو، باغي نكون شامبيون دو موند. كيقول لك هذا حمق ولا بالو. وهذه هي الفكره على جات اكاديميه محمد السادس في صلا. ما تنساوش بلي عندكم واحد الحد كبير، وهذيك البلاصه اللي عندكم هنا خصكم تشدوها ب 10 ديال اليدين. درت زيرو نتعلم عارف علاش ما جيت لقدام. Imaginez que vous défendez les couleurs de votre pays, que vous soyez à la dernière minute d'un match à la CAN. Le socle ديال الحياه ديالنا هو الاحترام، لي فالور. الطريق ديال الاحتراف ما عمرها كانت سهله. سي جيب عاصم الا ما كنشربوش. والله ما كنشربوش. عندي ما ندير. برودوسي اسانسييل دو باسكولاري 3 لو فوت. سي غايت اكس باش يوصلوا خاصهم يصبروا ويبينوا. الا ما خرجناش اللعابه المحترفين بحال ما درنا حتى شي حاجه. اون بير با دارجون لان غتربح واخا ما يخرجش محترف، غتربح واحد الطيف. خدموا بعقلكم، والمهم يتعلموا معنى جديد عليهم الكره اللي اختاروا. Ils vont analyser la capacité cardiaque, qui vont leur donner la mesure de la fréquence cardiaque max. Mais l'infrastructure, il y a les mouhimas. Il y a la façon de travailler. Qui fait que Brina le traitement avec les oulidats. C'est le blanc. C'est le jeu. 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 Quand vous chantez l'hymne national, vous avez la fierté de chanter fort. C'est pareil là, la fierté de sauver votre pays. Ma canouche fait mille nas, elle a chanté l'académie de Tarot ou je n'ai pas l'ahdav de la. Ça te coule, moi, radicaux, nous avons des mille nas. T'inquiète, الماتش الاول غادي يكون ديال الكادي اللي خصهم يربحوا الا بغاو يبقاو في خط التنافس على البطوله. فاميدي في الشوط الاول الفتيان ديال الاكاديميه داروا كل شيء، تحكموا في الماتش، وصلوا للشبكه ديال الاتحاد شحال من مره. الحاجه الوحيده اللي ما داروش هي يماركيو. وتسناو حتى ال 45 دقيقه الثانيه باش يضمنوا ثلاثه النقاط وقدروا يحققوا المهم. بقاو دابا الشبان اللي تابعوا الماتش ما يمكنش يكون سهل، خاصة أن الطريق للقب ديال البطولة غادي يبدا من المحمدية، وما كاين حتى حل من غير الربح إلا بغاو يلعبوا ثلاثة الماتشات اللي باقي لهم هاد العام. ولكن كيبان بلا باسكال ما مرتاحش، خاصة بسبب الغيابات اللي تأكدوا في آخر لحظة. العاصمي الحارس الأول ديال الفرقة ما كاينش. الهجوم غادي يحتاج النفاتي اللي ما قدرش يتجاوز الإصابة ديالو. زيد عليهم النوالي والسعيدي. يعني الماتش ما ساهلش لباسكال. الكرة ما كتدورش مزيان. التيران ما كيعاونش. والاتحاد المحمدية ما مخلينش الأكاديمية تلعب على خاطرها. سعيدي لاف لا تيت. هالو ديال هالو. وبقاو بحال هكذا مدة طويلة. صد صد عمودو صد صد بال 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 صد كيف حالك؟ نجم في وانا هكا يا جوي يا كونتراف اون بوت فير. باسكال ما بغاش يهضر معاهم بزاف ما بين الاشواط وخلاهم يرتاحوا. المهم عنده في الشوط الثاني يكملوا بنفس اللياقه البدنيه باش بداو.
حاجه ما تبدلات فاش بداو الشوط الثاني. نينا 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 عليه علينا عليه على مينا تالي يا زوين. وبداو كيقربوا للتعادل اللي ما كيخدمش الاكاديميه. ديالك بالاول. وفاش بقات 10 دقائق ويسالي الماتش تباتي اللي معول عليه باسكال باش يحرك الهجوم صاب. وهذه هي الحاجه اللي ما كانش كيتمناها حتى شي واحد في الاكاديميه، خاصه ان البديل ما كاينش. تباتي عارف اللي كاين وما بغاش يزيد يصعب الموقف على باسكال وصحابه، وغادي يوقف باش يكمل الدقائق اللي بقاو. دقيقة 89، تقدر تكون هذه آخر فرصة عند الشبان ديال الأكاديمية اللي حاولوا بكاع الطرق بلا ما يقدروا يوصلوا للشبكة ديال الاتحاد. مهدي مهدي مهدي. وقبل ما يصفر الحكم حسني بويا حمزة غادي يحل المشكل وغادي يمنح 3 نقاط للشبان اللي غادي يلعبوا ضد الشبان ديال الرجاء الماتش الجاي. ماتو المهم دابا يرتاحوا ويداويوا الاصابات ديالهم ويركزوا على 3 ماتشات اللي باقي ليهم في البطوله. الى منافسين باش يربحوا غازو حمري غازو حمري. لا لا عمرنا ما نساو شحال ما فكرنا في الوضعيه فاش كنا فيها، شحال ما غنعبروا زعما القيمه ديال هذا الشيء اللي عندنا اليوم باش نطلعوا. دونك ملي غادي يمشيو يلعبوا ضد انديات اللي ما عندهمش مع الاسف هاد الامكانيات اللي عندنا، خصنا نحترموا داكور، خصنا نحترموا داك الملعب، لان داك الملعب راه خرج عدد اللعابه اللي ولاو محترفين اللي ولاو انترناسيونو اللي ربحونا القاب في الماضي. لينا اليوم اللي كنخاف هذه كنخاف فيها هي الا وفرنا هذا الشيء ديال الملاعب الوليد غادي يسحب راسو راه وصل داكور. هذا لو دونجي، لو دونجي باش نكونوا غاتي داك صافي راه حنا عندنا كلشي هادشي. دونك داكشي اللي الاكستيريور زعما داكشي راه ماشي المستوى ديالنا، نو هذاك هو بور لانسان المستوى ديالنا. بحال ديما النشاط كيكون غالب على الجو في الأكاديمية. هاد المرة النشاط زايد شوية وكل شي باغي يتعشى بكري. حسن سريك راه كاين الماتش. لحقاش هاد الليلة لعب البارسا مع الريال. بطبيعة الحال الأكاديمية كتقسم على جوج، غير هما البرساويين كتار مسيطرين على الوضع قبل ما يبدا الماتش. الا ما خسرش الله يحمي الله تعالى حراسه المرمى يكر كاسياس يا معلم اليوم الفارور بينها على اليسار البرازيلي مارسيلو خطيرة عند ريت بيدرو يمشي رودريغيز يدخل منطقة الجزاء بينتين صعبة ويخرج القديس كلم الكاتالونيين دور الأحد اثنين ترجع عند ريت جونزالو معنويا غلط الريال يعاني من البدايات غلط لخالد ياسين أن المدريد اليوم سيكون له من الكبرياء التاريخي من الكبرياء من الأرشيف من الماضي ورا من بيبي 20 لقب والكرة خطيرة وغونزالو غونزالو غونزالو غولاسو 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 ديال مدريد ريال مدريد 1-0 غونزالو جوين لولا ضيعها الثاني ما يرحمش الغدار يا الدار الوزير السرعة
هاد المرة الكلاسيكو كان ريالي، وهما يبانوا الريالين اللي ما كانوش قايلينها. الحفلة طولت وخاصها تسالي، وسعيد هو اللي كيعرف يدير هاد المهمة. الدراري راه ما بقاش هنا الليل كامل وانا تنهضر، راه العشرة لا ربع هادي راه سالينا. نهار جديد في الأكاديمية، تقريبا الأغلبية عندهم راحة هاد الصباح. المهم جات بحال هذيك المرة، ولكن كاين اللي خاصو يخدم. شوفوا اللي جات كيفاش شاد. اجي شوف من ورا، شوف من ورا، اجي من ورا، شوف كي غندير لو جي. شت كورة هادي هي الأولى. مثلا هنا التومي الحارس ديال الكادر، هادي هي الأولى. شي لابوي عنده حصة خاصة به مع خالد فهامي ونجيب العرج. تنشدها بصباحي، صباحي ماشي هنا، هنا تديما تشد. انا سي با بون هنا صباحي. الغرض منها يصحح الاخطاء اللي دار في الماتش ديال البارح. نضرب فاسيل وما تزير، خص يكون سوبل سوبل، ما تكونش مزير. حصص بحال هادي فهمي ما كيتسامحش، والاخطاء كلها خصها تصحح. ديما جا سبير دخل هادشي زعما خلق نعاودو مع كل راه ندخل ديما. وما كاينش مشكل ديال الوقت بالنسبه لفهامي. مي صباحي صباحي تحكم بها انكور هاك. نصر حتى هو خدام هاد الصباح مع المينيم، طارق سكيتيوي ديما معاه. الحصاد اليوم كيخصها غالبا نصر للالعاب. دوك النصائح وغتعرف كيفاش تطبق، وليني في الاول ضروري يرجع لهم لشي تفاصيل تقدر تبان بسيطه. هاتشبيكي ولكن نشوفوا المسار واخا كنضربها غير كنشوفوا بالو ما يدور فين غادي يبقى، غادي يبقى غادي نشوف تحكم في الكره. هنا عندي واحد المسافه كبيره ديال رجلي اللي غتقيس الكره، حيت الا طويت رجلي غادي نضربها غير بهادي. الا هنايا غنضرب هاد الكره ولا شوفي علاش غتكون قاصحه. علاش الكره قاصحه؟ عندك البي دابي ديالك، كود بي ديالك، هادشي كلشي هما الاساس باش الكره تضرب. كنت كنلاحظ واش كاينين مؤطرين في المستوى ديال التاطير ديال ديال دو نيفو انترناسيونال، حيت كنقول لومبيسيون. هما انا كنت امبيسيو الوليدات ديال البلاد ديالي. دونك شنو دات لي كريتير؟ لي كريتير الاول هو يكون مكون. مالوغوزمون هنا في المغرب داك الوقت باش دخلت ما بقاش تكون، يلاه لينيسياتور ولا البرومي دوغري هادشي اللي كاين، ولكن باش تولي سبيسياليست على فورماسيون راه كان واحد العدد كبير ديال السنوات اللي خاصك تدرس فيهم، ماشي غير الدرس حتى ديال الارضيه زعما سور لو تيغان. سور لو تيغان يفو لا براتيك داكوغ، وفي لا براتيك كيخلص واحد 10-15 عام. ملي كنت كنسول المؤطرين اللي كان في المغرب اللي كاينين في الانديه نقول لك واحد المهم جات بحال هذيك المره. تومي باقا تابع الخدمه، وفهامي عنده كاع الوقت اليوم باش يخدم معاه، وما غاديش يمشي حتى يقتنع بلا تومي كيدير الحركه على حقها وطريقها. شويه عليك وما تنساش لا ريسبيراسيون، اجي قلنا منين نبغي شويه عليا دير لو جات كامل ديال لو كور ديالك. علي ما نساش لا ريسبيراسيون ديالي. هانت شوف شوف واش باس. يلا اونكور خصك تبقى تشوف فيا، خصك تبقى تشوف فيا. رجليك زيد القدام شويه عليك. نو جابوا بها كاس اوروبا غادي تكون في لاكوب دو موند. اليوم اللعبه اللي عندهم غادي توضع الحراس بجوج ضد 8 ديال اللعابه، وغادي يتنافسوا بالكره الرسميه ديال المونديال الماجي. هما واعدين الفرقه ديالهم ياخذوا ماكسيموم 8 ديال 2 مينوت.
اللعبة عندها الأهداف ديالها بالنسبة للناصر، ولكن بالنسبة للصغار المهم ما يخسروش. إلا بغاو يوصلوا لزيرو خصو يماركيو خمسة، ولكن باش يدير لكم نتوما لي تراكسيون خصو يماركيو كثر من خمسة. واحد اثنين ثلاثين في الاخر اللي خسر كيرضى بالله. اسمو لهم نتوما ثلاثة ياخذوا طليل وثلاثة ياخذوا عتيب. الربعة ديال العشية، الشبان اليوم مرتاحين من بعد الماتش ديال البارح، ومن حقهم يخرجوا يبدلوا الجو، ولكن قبل خاصهم يتشاوروا مع ناصر الوحيد اللي يقدر يرخص ليهم باش يخرجوا من الأكاديمية. مرحبا، كتجيو زعما كتشوفوا ها لقاو فين كنتو؟ طلب ديالهم مقبول. بطبيعة حال النصر عنده الشروط ديالو. ها؟ ايوا. عندكم الماتش الثاني، عندك اصحابكم راه وصلتوا لشي حاجة. دونك اتونسيون، ماشي تخرجوا تبقاو تفلاو. وكيفكرهم باللي تابعهم. بلا ما ينسى يعاتبهم على كاع الأخطاء اللي تقدر تخالف القانون ديال الأكاديمية. علاش وقع هذا الشيء؟ علاش؟ على وداش؟ الماتش، هنا ماتش. المشكل ديال التيليكوموند وقع البارح. فاش كانوا الدراري كيتفرجوا في الكلاسيكو بارسا ريال، وملي النشاط فات الحد ديالو بدات الفوضى، وبطبيعة الحال تخالف القانون وتهرست التيليكوموند. لا اللي هرسها عارف ناصر، ولكن المهم يعترف بالخطأ ديالو. شتي ما كان شي واحد يكون هنايا ما عندهمش الروج، ما عندهمش الشخصية. شنو شنو درتي؟ حنينا دار الخطوة الأولى واعترف، ودابا خاصو يعتذر. بمعنى الشبان يقدروا يخرجوا يضربوا دويرة بسلة، وحنينا غادي يبقى يسمع الهضرة ويتسنى سيمانة أخرى إلا بغى يخرج. حنا كنطلبوا لهم لو ريسبي، لو ريسبي تاع لي فالور. دونك أجوردي زعما لا فالور شنو فيها هذاك لو ريسبي تاع لي فالور؟ شنو هو؟ نكون صريح، هو نكون كوراجو، واحد نكون ندير مجهود كبير. سي فري كو في الاول باش بدينا لو كوراج وليفور ما كانش عندنا الاطفال. انا ملي كنت صغير مشيت لفرنسا باش قريت، خليت اصدقاء ديالي زعما المغربي سجيع، المغربي كيبغي يدير المجهود، كينوض بكري باش يمشي يضرب على راسو باش يربح واحد الشنق ديال الخبز. ولكن اليوم ملي دخلت شت الوليدات ما كيبغيوش يديروا المجهود. صحابنا عندهم الحق في ساعتين يمشوا فيها فين ما بغاو، المهم عندهم يبدلوا الجو ويهرسوا شويه الروتين ديال الاكاديميه. الحاجه اللي تشهاو دابا هي كويس ديال تاي والحرشه، ويهضروا على اي حاجه الا الكره. ولكن من
6 أيام بقى الماتش ديال المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مع المنتخب الموريتاني في ذهاب دور تمهيدي لكأس إفريقيا للشبان 2013. 5 لعابة من الشبان ديال الأكاديمية معيت لهم حسن بن عبيشال هذا الماتش: الحارس عدنان عاصمي، أدم النفاتي، يوسف السعيدي، رضا النوالي، ومحمد سعيدي، اللي خاصهم يلتحقوا بعد غدا بالمعسكر ديال المنتخب. ولكن قبل ما يمشيوا الأكاديمية مبرمجة لهم حصة خاصة مع الكوتش طوما اللي كيخدم معهم المثلثات في الأول بلمسة واحدة. الحصة كانت خفيفة وحاول من خلالها توما يفكر الشبان بالطريقة اللي خاصهم يلعبوا بها كيف ما بغات تكون الخطة باش غادي يلعب المنتخب مع موريتانيا. مزيان والو باجين لي ميو بوشيا مزيان هنان والو باش ماشي دابا لي سوين انكور ها لي سوين دوما ماتان والو ناسو يرجع افضل لاشيا 5 5 دوما ماتان كنا في الجروب 5 لاشيا الجروب داكور جونتون افيك كوشيمي داكور مي لا دابا لي سوين دوما ماتان لي سوين دوما ماتان افيك كوشيمي غادي تبقى لهم حصه غدا ديما مع طوما. من بعد يقدروا يلتحقوا بالمعسكر. ساعه ونص ديال الوقت الحر فاش يقدروا يديروا اللي بغاو. كاين اللي ما كيبغيش يضيع هذا الوقت وكاين اللي كيتسنى هذه اللحظه باش يبدل شويه الجو، والاغلبيه فيهم ديما كيشدوا النوبه على البلاي ستيشن اللي كيلعبوا فيها ماتشات بالتعليق ديال صاحبهم العمراني. تمشي كوره للميرانكي هناك في سانتياغو برنابيو. الكرة من الكاتالان، الكرة لانتريس، انتريس لميسي، ميسي برا ابرو يسدد وطيع الكرة من ليو ميسي ابراهيموفيتش الابرا السويدي. يمشي كرة الكلاسيكو الحارة هناك بمحقن الكاتالان هناك ببرشلونة. اليوم كاين الماتش ديال الشبان مع موريتانيا. الاكاديميه بطبيعه الحال كلها غادي تمشي تتفرج ويشجعوا اصحابهم اللي غالبا كيلعبوا رسميا. الوجهه في هذه اللحظه مركب ولي العهد الامير مولاي الحسن فين غادي تلعب الماتش مع الربعه ديال العشيه. كل شيء كاين تقريبا وكلهم كيتمناو يربح المنتخب ويبانوا الشبان ديال الاكاديميه. التشكيله الرسميه ديال بن عبيشه اللي كيدرب منتخب اقل من 20 سنه فيها اللعبة بخمسة ديال الاكاديميه اللي ما تعطلوش باش يبينوا اللي عندهم. بالضبط في الدقيقه 15 العاصمي شاف النفاتي واقف مزيان وعطاه كره طويله ما كانش فيها تسلل، عرف ادم يستغلها ومارك البيت الاول ديال المنتخب. يوسف سعيدي حتى هو تحرك مزيان الوسط وكانت المثلثات اللي كيديرها مع النفاتي والنوالي اكثر حاجه ضعفات الدفاع ديال موريتانيا، والنتيجه بالتاني لادم النفاتي 8 دقائق من بعد البيت الاول.
وغادي يرجع من بعد 6 دقائق باش يماركي البيت الثالث ديالو ويأكد القيمة ديال المجهود اللي بدلو. ماتشات بحال هادو ممكن يكونوا مهمين بزاف عند أي لاعب كيعيطوا ليه للمنتخب، ولكن بالنسبة للشبان ديال الأكاديمية هو امتحان حقيقي لهم باش يعرفوا كل مرة المستوى ديالهم ويتبتوا بالله. الفرصة اللي تعطاتهم باش يتكونوا ويفهموا الاحتراف هي الحاجة اللي عاوناتهم اليوم باش يبرزوا ويصنعوا الرباح في ماتش سالب 5-0. اليوم الأكاديمية غادي تفتح الأبواب ديالها لأكثر من 60 لاعب من مواليد 1995 حتى 2003 اللي جاوا من المغرب كله باش يجريوا الامتحانات اللي تقدر تخول لهم الفرصة باش يدخلوا الأكاديمية. في غالب الأحيان الأكاديمية كتعتمد على المنقبين اللي عندها في كاع المغرب كيختاروا بعض المواهب الكروية اللي عندها رغبة باش تكمل الطريق ديال الكرة اللي بداو. أخي العرب بطبيعة الحال حصة واحدة ما كافياش باش يختاروا الأسماء اللي غادا تبقى في الأكاديمية، ولكن مهم عندهم يبينوا من أول لحظة الإمكانيات ديالهم في ماتشات صغار كيواجهوا فيهم الفراقي ديال الأكاديمية. راهو مع الخضرين تشادك من الكوطاس الحمر آمين النبي اللي هادر اللي شد الكورة شو كان دري كاينين شبارك اللي غيدخلوا اللعبش. الحصة الاختبارية الأولى سالت، اللعبة كيبغيو يعرفوا المعايير اللي غادي تعتمد عليها الأكاديمية باش تختار اللي غادي تسجلو. الحاجة اللي كيعرف ليها ناصر لارغيت يكون واضح مع اللعب اللي يقدر ما يكونش عارف المسؤولية اللي غيلتزم بها. هنايا المستوى اللي باغين الأكاديمية حنا واحد المستوى يكون عالي، إلا خديت 95 96 97 ما كنتوش قراب اللعبة اللي في المستوى ديال المنتخب ديال الشبان ما نقدوش نعطيكم جواب بوزيتيف، لأن كرة القدم اليوم هنا عندكم حلم باش ديروا كرة القدم، ولكن كرة القدم كتولي ما بقاش هواية ولات مهنة. دونك اللي بغى يكون محترف باش يدير كرة القدم كمهنة صعيبة، دونك كاين تضحية كاين مستوى وكاين الخدمة. كنشوف شي وليدات بحال 95 اللي كيلعبوا الألعاب الدراسية وكيلعبوا مع جمعيات كنشجعهم باش يمشيو للأنديات حتى هما إلا ما دخلوش الأكاديمي باش يطوروا، لينا كاين إمكانيات كبار. عاوتاني كنشكركم وكنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش الدراسة. كرة القدم ما معطياش لكل شيء، ولكن الدراسة معطيها لكل شيء. شفت الوليدات ديال 15 عام 16 عام 17 عام بان لي واحد النقص فيهم داكور، دونك انا فضلت ناخذ اللعاب باش نخدم مع واحد 3 سنين باش نشوف او بو دو 3 زون فين وصلنا معاه. لذلك شي خدينا دي زونفون دو 15 ans صافي 16 ans 17 ans 18 ans هما اللي خرجوا هذا العام، شفنا بلي لا بروغريسيون ديالهم قليله على هذوك 97 يدخلوا في لا بري فورماسيون ا لاج دو 13 ans. دونك هذا الشيء لي زونفون لي ستاف دو فريمون فهادشي ديال لو ريسبي تاع لي فالور تاع لو ترافاي تاع لا بروغريسيون تكنيكو تاكتيك اي فيزيك هما لي 97. الرساله كانت واضحه، مواليد 93 94 و95 يعني اللي خاصهم يلتحقوا مباشره بفئه الشبان الحظوظ ديالهم غادي تكون قليله، وخاصهم يكونوا احسن من الشبان ديال الاكاديميه الا بغاو يضمنوا بلاصه هنا. الحاجه اللي فهموا ان خاصهم يعطيو اللي في جهدهم وما يفقدوش الثقه. الدراري كانوا ماشات صعابين اليوم ما حنا هذه راه تجربه هذه مزيانه لينا، تهزنا يدك ما تهزناش تجربه كنلعبوا هنايا فهم جينا وهادي هادشي اللي كاين عرفنا شنو واقع هنا شنو كاين وهادي كدي واحد الفورماسيون مزيانه. انا كنتمنى التوفيق كاع للدراري ان شاء الله، ونكونوا كلنا ان شاء الله في هذا السونتر حقاش حنا كنا كنستاهلوهم، و حنا ان شاء الله نقدروا نكونوا من الدراري الاكاديمي ومثلوا الاكاديمي باحسن تمشي ان شاء الله من القدام. من بعد نهار ديال الراحه ورا الماتش الشبان رجعوا للاكاديميه
المدرب ديالهم باسكال كيتسناهم وموجد لهم اسئله تقدر تكون مهمه لهم. كل سترابيته والماء مع الماء زين. الو هذيك اللي درت خاطر ديك نو شفتك شفتك وي وي جي نو سيس بس بني شوكولاته نو دولا مي هذا شي توا مينا تاع 061 هذا سقوطي يا قلدو باش توا داري بارك وي هذا سعيد ديالك العاصمي تصاب في الماتش وما عالش رجلو الحاجة اللي ما عجباتش باسكال اللي عاونته 30 سنة ديال التكوين والتدريب باش يتواصل مزيان مع اللعابة اللي كيعرفوا قيمة باسكال معهم. فضلت نجي معايا ناس اللي خدمت معاهم وكنعرف المستوى ديالهم، المستوى ديالهم عالي ديجا فرنسا كان عندهم واحد الشهرة وكان عندهم ديجا توز ديبلومي وعندهم بين 10 15 20 ans ديال ليكسبيريونس. انا كان عندي 25 ans باسكال اللي جا معايا عنده 30 ans ديكسبيريونس داكور، وهو ضمن الناس اللي علموني التاطير ديال الشبان. دونك بغيت هذوك الناس يجيو باش الوليدات ديالنا يستافدوا، ماشي هما يجيو باش يستافدوا من البلاد ديالنا بحال شي مرات شي مؤطرين ولا مدربين اجنبيين كيجيو كيستافدوا بالبلاد ديالنا، لا هادو جاوا باش حنا نستافدوا. اليوم الماتش ديال الرجاء جونيور وكادي، وهذه اخر وجبه غادي ياكلوا قبل ما يمشيو يلعبوا. بطبيعه الحال البرنامج الغذائي اللي متبع الاكاديميه كيحرص على التوازن ويكون ديما متنوع وكيسهر عليه طاقم خاص كيعرف القيمه ديال المسؤوليه اللي عليهم. لا عندنا واحد النوري ديال السيمانه كامله كيحطوا شاف كوزينه كنعلقوا كنمشيو على السيمانه كامله ديك الشيء على حساب الماتشات واش نتلعبوا الماتش ولا لا. également les menus qui sont équilibrés la végétation la fruits les desserts à part les matchs qui sont des menus spéciaux. Yalla 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 tabat yalla oudi yalla. بنفس الاراده ديما متفائلين في الاول صغار وكبار لحقاش عارفين اش باغين وواثقين من الهدف ديالهم واللي غادي يتلخص اليوم في الماتش ديال الرجاء اللي خاصهم يربحوه الا بغاو يكملوا البحث ديالهم على اللقب هذا العام شبان وفتيان. جيهم اللود ديال الكوار صافي سير راسهم مزيان. هذه المره شبان غادي يتحرموا من العاصمي في حراسه المرمى وكلهم كيعرفوا قيمه العاصمي بيناتهم والاهميه ديالو في الماتشات اللي بقاو، ولكن الماتش ديال المنتخب اللي لعب حرمو من الماتش ديال الرجاء وخاصو يتمنى دابا جوج الحوايج يتشافى من الاصابه ويربحو صحابو الا بغى يلعب الماتش الجاي. خديت واحدة الصباح واحدة في العشية أنا خدمت. لا لا عطيتك في الصباح تاخدها في الليل. في الليل أنا. كملوه صافي.
ما عندي واحد دابا معايا التليفون ديالي مبلوك ما هلبك وتخليها ما تحيدوش حتى بالباس ندير التليفون منو عندك لا لاست فوق منو يكون مسدود ودير ديك الساعه ساشي ديال ريغلاسيون. الماتش ديال الفتيان مع الرجاء سال بتعادل 1-1 والشبان رابحين بربعه لثلاثه وبقي لهم 5 دقائق ويسالي الماتش وعاصمي على الاعصاب ديالو وكيفكر غير في الماتش. شك من زيد؟ لا والله شكرا. كيما قلت الساشي ديال ريغلاسيون دابا وصباح تصبح شكرا صباح ان شاء الله. العقليه ليتا ديسبري جينيرال الى ما دخلتيش واحد الفلسفه تكون عندك واحد لا كونفيكسيون كبيره واحد لي زوبجيكتيف يكونوا عاليين سيتادير افيك دو لامبيسيون لان حنايا ماشي مرات المغاربه كنخافوا نكونوا امبيسيو باغيين نكون شامبيون دو موند كيقول لك هذا حمق ولا بالو لا خصنا تكون عندنا حنا لامبيسيون لامبيسيون بوغ اتر لو ميور لامبيسيون باش ماشي غير لامبيسيون باش ندوز قدام الجار ديالي لا خاصني لامبيسيون باش نكون احسن وهذاك الجار ديالي حتى هو غيبغي يكون احسن دونك غادي نطلعوا المستوى ديالنا. عاصمي ما قدرش يجيب الخبر ديال النتيجه النهائيه وتسنى حتى جاوا صحابو باش يسولهم. كذا حمراء متأهلوا دازوا الراجل ما داير الراجل وحده محمد كيفاش تابعوا ماركو وكذا سمعوا سمعوا شوف اصلا تيروا ديك الجبلاني بغيت نتخشى. شكون اللي ماركو حنا شكون اللي ماركو شكون اللي ماركو شكون اللي ماركو حنا حنا ما معنا شكون اللي ماركو هادشي كيفاش ماركت؟ كيفاش قولي قولي حسين قولي كيفاش ماركت يا اخي سامي؟ ها؟ جبتي يا شب؟ ماركة الله يوصل ماركة السعيد محمد كيفاش؟ وحنا كيفاش ماركت؟ كيفاش ماركت؟ كيفاش ماركت؟ كثير من بعد كثير كثير عريضة ثلاثة من الشوكولاتة ثلاثة شو واتبي؟ تلا والبيت شبان ديال الاكاديميه ربحوا 4-3 وتاهلوا للماتش اللي غادي يواجهوا فيه الماس. المهم اليوم داروا اللي عليهم بقى لهم خطوه باش يلعبوا النهائي ديال البطوله. ماشي غير التعادل اللي صعب الموقف ديال الكادي حتى الدخيسي رجع بإصابة تمزق في الفخذ اليمين ديالو البيتاس تلاقيت معاه ويقدر يجلس شهر. ايوا اخي مع الناس ديما هو فوا دابا ويجي الناس شهر لا طبعا المنتخب وعندنا صحيح الوقت ما كاينش باش يحدوا الحجم ديال التمزق ولا المده اللي يقدر يغيب فيها الدخيسي على فرقته وعلى المنتخب الوطني ديال اقل من 17 عام. Juste une petite chérie,
peu près 2 cm de déchirure. الكشف الاول بين بلا الاصابه كبيره، ولكن ما يقدروش يحسموا حتى يدير كشف جديد في سبيطار الشيخ زايد في الرباط. الراديولوج قلت لي ديك الكيكوغرافي قلت له باش يعاودها باش نشوفوا لي دو زاف داكوغ. دونك من بعد الكيكوغرافي غادي نهضر معاه ونشوف الريزلت ونقول لك الكونديتور باش ندير داكوغ. دونك كيف تجي نشوفك؟ شكون شمع دابا؟ هو يديك الشوفور دابا حتى مش معاك كاينين ولا شي واحد؟ لا راه هضرت معاه الراديولوج دونك غير يدير لك ليكزامان ويعيط لي يقول لي اش كاين صح، ومي تجي وترجع جي عندي السونتر ميديكال. دخيت يعرف دابا بلا العام مشى ليه مع الفتيان ديال الاكاديميه. هادشي الا كان غادي يجلس شهر، الا كان خاصو يجلس اكثر الموقف كيولي صعيب باش يبقى اصلا في الاكاديميه. اي خاصك تكون فور في دماغك، واخا انا غلطت سي با غراف. واش قلت لك شي واحد غير ما يخليكش تعشى من ورا الماتش؟ واش ما نعشتيش؟ واش ما غاترينيش دابا؟ دونك خاصني نكون فور واخا غلطت سي با غراف. مابقاش كما تنقولوا حنا بالمغربي كنبقاو نعلكو في الكره، لا خص الكره دابا تكون سريعه. كونترول باس كونترول باس جو مي ديبلاس. نايس اورايت وير غانا موف اون تو بلاي انذر جيم شوتينج جيم. لا لا صحيح كيسكو ديالي في لي جيست نتاعي في الكره ديالي ما خصش يكون الضرب، ما يكونش يكونوا ثلاثه جوج الحوايج مخالطين، كندير اون ديسيزيون وحده كنمشي لها كلير. ونيكوت اون ايساي دو رالانتير لو ريت. طيب ici ça bouge pas mais le ventre voilà c'est mieux c'est mieux. deuxième période خاصكم تضربوا بيناتكم وديما تقلبوا في لا بوزيسيون ديال اللاعب، واللاعب اللي بعيد عن الكرة هو اللي كيحكم. وي فوالا توا طون اوبجيكتيف سي دتر مالان tu te dis tiens l'adversaire est là l'adversaire est là je me situe à côté pour intervenir. Faut sprinter hein, quand tu vas donner t'as intérêt à sprinter. Ouais mec, et lui dans la course tranquille au sol. Allez, une touche. Allez, 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 allez,